أنا سعيد أن الرب يديني فرصة أشعر أنها شرف لي وفرح وبركة أن أستشعر معكم حضور الرب وأتعزى معكم أيضا بكلمة الرب، وأشعر بمسؤولية كبيرة ولست كفئا لها، لكن أثق في نعمة الرب اللي قال تكفيك نعمتي. لعلى قلبي الليلة أشارككم بكلمة أرجو أن الرب يستخدمها تكون شفاء لنفوس كثيرة يمكن عندها مشكلة مع الرب. خلوني أقرأ عدة أجزاء من الكلمة المقدسة أضعها تحت عنوان الكلمة اللي مشغولة أتكلم فيها، أسميها بطء الله. بطء الله، كثير مننا عنده هذا التصور عن الله، الله أزلي أبدي، الله لا حساب للوقت عنده، ونحن كائنات داخل الزمن محدودين بالسنين والشهور والأيام والساعات. إحنا الساعة بتفرق معانا، لا الدقيقة أحيانا بتفرق معانا، لكن ربنا ما بيحسش بالزمن، ربنا برا الزمن. وبالتالي لأنه برا الزمن باله طويل وبطيء وما بيستجبش بسرعة زي ما احنا عايزين. هل الله فعلا بطيء؟ مبدئيا أحسم بس نقطة لاهوتية قبل ما أقرأ. الله خارج الزمن هذه حقيقة، لأنه أكيد كان موجود قبل أن يوجد زمن، لا يمكن أن يحده الزمن، وهو الذي قال عن نفسه أنا الأول وأنا الآخر. لكن هل من أوجد الزمن يستحيل عليه أن يدخل الزمن ويستشعر الزمن ويعرف معنى الزمن ويعرف أحاسيس أناس يحكمهم الزمن؟ إجابتي مستحيل. نعم، الله خارج الزمن قبل الزمن، لكنه يستطيع أن يدخل إلى داخل الزمن ويعمل في الزمن ويشعر بنا ونحن كائنات زمنية يحكمها الزمن. أنا هقرأ في البداية كلمتين عن اثنين من رجال الله العظماء، عن إبراهيم في سفر التكوين أصحاح 15. في تكوين 15 تقدر تحس إنها لغة عتاب بين الخليل وخليله، بين الرب وحبيبه، حوار الحقيقة أصحاح ممتع. في عدد واحد من تكوين 15: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلاً: لا تخف يا أبرام. أعتقد أنه في الأصحاح ده بيسجل أن الرب قضى مع أبرام على قد فهمي يوم كامل، قضى يوم بأكمله معاه. لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. القراءة الصحيحة في مثلا لغات أخرى وفي الترجمة العربية المبسطة اللي بنصح بقراءتها: أنا يا أبرام مكافأتك العظيمة جدا، أنا ترس لك. فالرب بيقول له أنا ترس لك وأنا أيضا أجرك أو مكافأتك العظيمة جدا. بص رد الرب، رد أبرام، بيقول له: فقال أبرام: أنا بحبك، أنا بحترمك، فأنت السيد الرب، بس اسمح لي أفضفض معك. على عيني وراسي أنك أنت ترسي وأنت أجري، بس أنا صعبان عليا منك، أنا واخد على خطري منك، أنا بصراحة مش عجباني الطريقة اللي أنت بتشتغل بيها. ليه يا إبراهيم؟ إيه اللي مش عجبك فيها؟ قال له: السرعة بتاعتك، السرعة بتاعتك تغيظ،
السرعة بتاعتك بطيئة جدا. حضرتك طلعتني من أرضي وأنا عمري 70 سنة، واستنيت 5 سنين وطلعتني من حران 75 سنة. حضرتك كنت قلت لي أنه هباركك وهجعلك أمة عظيمة، وسارة بقيت 65 سنة والأيام عمالة تجري. وغالبا الكلام ده لما حصل كان إبراهيم عمره تقريبا 85 سنة، يعني سارة كانت 75. فديني استنيت بعد ما طلعت من أرضي 5 سنين في حران، 10 سنين في كنعان، وانت ما عملتش حاجة. بعدين جاي لي بعد 15 سنة تقول لي أنا ترسل لك وأنا أجرك الكثير جدا، أنا صعبان علي منك، ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو إليعازر الدمشقي؟ وقال أبرام أيضا، واضح أن هناك اختصار للحديث لكن بيركز الروح القدس على أهم العتاب اللي قاله أبرام: إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي، يعني العبد المولود في بيتي وارث لي. فإذا كلام الرب إليه قائلا: لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء، انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. فآمن بالرب فحسبه له برا. الجزء الثاني اللي أحب أقرأ عن حزقية رجل الله في سفر أخبار الأيام الثاني، أخبار الأيام الثانية أصحاح 32، آية أتمنى أن احنا نحفظها وتظل عالقة في أذهاننا. في حزقيال 32 مرض حزقيال، وجه وجهه نحو الحائط، بكى بكاء شديدا. الرب قال له: سمعت صلاتك، رأيت دموعك وسأشفيك. وأضاف له الرب 15 سنة. بس الكتاب بيقول كلمة شوية مؤلمة عن حزقية في عدد، أقرأ عدد 24: في تلك الأيام مرض حزقية إلى حد الموت، وصلى إلى الرب فكلمه وأعطاه علامة. بص عدد 25 اللي أحب أن احنا نحفظه: ولكن القراءة الدقيقة للعبارة دي لم، مش يرد، لكن لم يرد، لم يرد حزقية حسبما أنعم عليه، لأن قلبه ارتفع فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأورشليم. ثم تواضع حزقية بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان أورشليم، فلم يأتي عليهم غضب الرب في أيام حزقية. الجزء الأخير اللي أقرأ من سفر الخروج أصحاح 34، بعد ما بني إسرائيل سجدوا للعجل، صعد موسى إلى الرب لكيما يطلب رحمته وشفاءه لهذا الشعب. في أصحاح 34 عدد 5: فنزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه. موقف أكيد مرعب مرهب. الرب هو اللي بينادي باسمه، ودي نقطة مهمة، الرب ينادي باسمه يعني يكشف أسرار اسمه. فبيقول: الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. آمين.
هل الرب فعلا بطيء؟ أتذكر كان ده حوار دايما يبقى بين والدي ووالدتي. والدتي تقول له ما تقلقش هنصلي وربنا هيستجيب، فكان يقول لها عارف انه هيستجيب، بس ما انت عارفاه حباله طويلة. كنت دايما اسمع الكلمة دي من والدي وما زالت عالقة في ذهني. هي صحيح، هو مش بيتخلى، هو مش هيسيب، حاشا له أن يحتقر مسكنة المسكين ويرزل دعاءه عندما يصرخ إليه، حاشا لي. مش كده الرب أبدا. بس دي حقيقة إن معظم المؤمنين عندهم مشكلة مع ربنا، إن حباله طويل، باله طويل على مهله. يا أخي بيستجيب، بس بيستجيب منين ما هو يبقى عايز. بس لو يسمع كلامنا ويمشي زي ما احنا عايزين ويظبط روحه على ساعتنا كان يبقى حلو بشكل. بس هو الحقيقة تعبنا في الموضوع ده، انه مصر انه يمشي حسب ساعته وحسب مواقيته، ويظهر كده يظهر انه هو من اصله ما عندوش ساعة ولا عنده زمن، فالموضوع ده تعبنا معه. يبقى السؤال، هل الرب بطيء؟ هقول حاجتين يا احبائي قريتهم في الكتاب المقدس وبيعزوني. طلعت كل الآيات اللي بتتكلم عن الله في العهد القديم والعهد الجديد واللي بتوصف ربنا انه بطيء، ولقيت فعلا 18 آية بتقول ان ربنا بطيء. بس كانت المفاجأة المذهلة انه في 18 مرة نعم بطيء، لكن بطيء في الغضب، له المجد. هذا هو إلهنا أحبائي، اوعوا تظلموه، اوعوا تسيبوا إبليس يشوه صورته في أذهانكم فيصوره لكم أنه إله غير مبالي بالألم، غير مبالي بالاحتياج. نعم إلهنا الذي يصوره الكتاب المقدس بطيء، لكنه بطيء في شيء واحد فقط لا غير، بطيء في الغضب. استعجلش في الغضب. لا، أقول لك على حاجة أغرب، حتى لما بيغضب، يعني أخيراً غضب علشان يوقع القضاء، بطء تاني. يعني علشان يعبر عن غضبه بياخد له كمان زمن طويل. غضب على أهل كنعان في الأصحاح ده اللي احنا قرينا منه 15، وقرر انه يوقع القضاء، بس بيقول لإبراهيم، إبراهيم معلش مش هحقق البركة لنسلك إلا كمان 400 سنة. ليه 400 سنة؟ قال له أصل ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا أمامي. غضبت عليهم بس عشان أبقى مرتاح وأنا بقضي عليهم، أنا هديهم فرصة مش 400 يوم لكن 400 سنة. أكتر حاجتين ربنا بطيء فيهم هم الغضب والدينونة، لدرجة أنه إشعياء يتكلم عنه في أصحاح 28 ويقول يقوم الرب، هيقوم، وكان يصف عندما يقوم ليقضي، ليعمل عمله الغريب، ليفعل فعله الغريب. الفعل الغريب الذي يفعله الرب، يفعله بلا فرح، هو القضاء والدينونة. الأمر الوحيد اللي الرب بطيء فيه هو بطيء في الغضب وبطيء في الدينونة. عن هذا يشهد بولس في رومية 2 ويقول أم تستهين
بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته. غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. لكن من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا، مش بسرعة، مش دلوقتي، لكن في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. بطيء الغضب، بطيء الدينونة. بس أرجو أن الكلمتين دول علشان أحسمهم وأخلص منهم، أن بطء الله في غضبه وبطئه في دينونته لا يعنيان أن ميزان عدله ميزان مختل. حاشا لي، حاشا لي. الله حكيم ويتأنى في الغضب والقضاء، لكن كعادته جميل متزن كل الاتزان. بطء في الغضب والدينونة لا يمسان من قريب أو بعيد مسألة العدل. عجيب هذا الإله. في جزئين في الكتاب المقدس بيوصفوا قوي دينونة الله، حزقيال 1 وسفر الرؤيا أصحاح 4 و5. الله عتيد أن يضع حدا للشر. في حزقيال كان عتيدا أن يضع حدا لشر بني إسرائيل، في رؤيا عتيدا أن يضع حدا لشر هذا العالم. في المكانين دول نلاقي العرش الإلهي موصوف بطريقة رمزية أن هناك 4 كائنات حية. ال4 كائنات الحية لها 4 وجوه تصف هذا العرش عندما يقضي ويدين، عندما يغضب ويدين. الوجه الأول وجه إنسان، الوجه الثاني أسد، الثالث نسر، والرابع ثور. وهذه الكائنات الحية الأربعة تصف لنا سمات هذا العرش. لا يتصف حيوان بالصبر وطول الأنات مثل الثور، ولا يتصف كائن حي بالسرعة المرعبة مثل النسر، والاثنين موجودين. ولا يتصف كائن حي بالجبروت والجلال مثل الأسد، ولا يتصف كائن حي على الأرض بالحكمة والذكاء مثل الإنسان. وكأنه بيقول عندما يغضب ويدين، صحيح أنه طويل البال، لكن عند لحظة القضاء وعندما تنفذ كل المحاولات سيأتي العدل بجبروت وجلال، وسيأتي سريعا، سيقضي سريعا. منين ما تفكر في بطء الله، فكر انه بطيء في الغضب والدينونة فقط لا غير، وفكر كمان انه بطءه في الغضب والدينونة لا يؤثر على عدله. لكن طب امال تقول لي انت ما حلتش المشكلة، انا خلاص مصدق الكلام ده، بس الواقع الاختباري بتاعي ان ربنا بطيء معايا. اقول لك آية قالها الرسول بطرس، ما كانش بيتكلم بيها عن المشكلة بتاعتنا، بيتكلم عن مشكلة تاني، عن قضية تاني، عن مجيء الرب، بس استعمل تعبير جميل نقدر نستعمله. بيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، بطرس 2:3، لكنه يتأنى. ويمكن دي تحل المشكلة إلى حد كبير. عايزين نميز ما بين تباطؤ الله وما بين أنات الله، فأقدر أصحح وأقول هل يتباطأ الله؟ إجابتي بعيدا عن الغضب والدينونة، حاشا له، لا يتباطأ قط. هل يتأنى؟ نعم، نعم يتأنى. الفرق بين الاثنين، التباطؤ صفة سلبية، تعتبر سلبية، التباطؤ شيء غير محبب إلا إذا كان تباطؤ في فعل شيء غير محبب، فساعتها يبقى نفي النفي إثبات، أو سلب السلب إيجاب. فعندما يتباطأ في الغضب والدينونة
هذا شيء حسن مقبول. أما الأنات فهي تباطؤ مقصود، تباطؤ محسوب، تباطؤ إيجابي، تأني لأنه يعرف ماذا يفعل. لا يتباطأ الرب لكنه يتأنى، يتأنى لقصد محسوب. زي إيه مثلا؟ هنا نبدأ نحاول نفكر مع بعض. أنا اعتقادي الشخصي من خبرتي معاه ومن اللي شفته في الكتاب إنه ما من مرة تأنى، أو زي ما أنا كنت فاهم للأسف إنه تباطأ، تأخر، وقلت له حتى متى يا رب؟ وعلى فكرة دي من أكتر الشكاوي اللي بتطلع على ربنا، كلمة حتى متى يا رب؟ حتى متى يا رب؟ قالت في سفر المزامير كتير، قالها حبقوق افتتح بها الأصحاح، حتى متى يا رب؟ حتى متى؟ تتكرر كتير، وكأنهم كلهم بيقولوا له أنت متباطئ. أنا اعتقادي ويقيني أنه ما من مرة يتأنى الرب إلا ويقصد بركة عظيمة للشخص، إلا أنه يقصد ثلاث أشياء. الشيء الأول أن يهيئ الكيان الذي سيباركه. الشيء الثاني أن يدربني على إجادة التعامل مع البركة عندما تأتي. الشيء الرابع أو الثالث عفوا، وهو في غاية الأهمية أيضا، أن يعرفني أن البركة ليست لي فقط، فلا بد أن تكون البركة أيضا مرتبطة بآخرين، سلبا أو إيجابا زي ما هوضح بعد شوي. أنا لست المركز، وأنا لست الوحيد في هذا العالم، ومش أنا طلباتي اللي هتمشي ربنا، بيعمل حسابي بيستجيب طلباتي، لكن ليس بالانفصال عن آخرين مرتبطين بي. وربما أضيف شيء رابع إذا اتسع الوقت، وأقول إنه يحاول أن يعطيني الأفضل، والأفضل دائما له وقت أفضل. علشان كده أرجو أن احنا نفض الخصومة النهاردة بيننا وبين ربنا إذا كان عندك مشكلة معاه في مسألة الوقت. أخذ النقط دي بسرعة. النقطة الأولى، إلا أقصد أن ربنا يجهزني أو يجهز الكيان اللي هو ناوي يباركه. أنا تعبان ومحتاج البركة دي الدهاني. يقولي وأنا حاسس بيك، بس أنا فهمك أكتر منك، ولو اديتك البركة من غير ما هيئك ليها من الممكن جدا أن البركة تفسدك. هقول تاني، من الممكن أن البركة تفسدك. حد مصدقني في اللي بقوله ده؟ إن شاء الله تصدقوني. بس دي بركة. أنت بتقول كلام متناقض. بركة تفسد ازاي؟ انا افهم ان البركه تبارك، البركه تفرح. اقول لك عندك الف حق، بس حضرتك مش واخد بالك ان الخامه بعيد عنك. الخامه وليه بعيد؟ الخامه اللي جرى لها خربت. فاحيانا لما تديها حاجه حلوه، بدل ما الحاجه الحلوه تباركها، الحاجه الحلوه تفسدها. أقول له يعني مش مقتنع قوي، بس خلاص. طب اتفضل حضرتك صلح الخامة، اشتغل عليا عشان تديني البركة. الحاضر. وده اللي أنا بعمله من غير ما تقول على فكرة. أنا شغال أوريدي. أقول له بس أنت طولت قوي. يقول العيب مش عندي. العيب مش عندي. احنا اتفقنا أن أنت قلت لي أعمل إيه فيك؟ أصلحك، وانت مغلبني. طب أعمل إيه فيك؟ بجيلك من هنا تتعوج من هنا، أخيط من هنا تتفرتق من هنا، أصلح من هنا تبوظ من هنا. طب راجع كده، كم مرة وعدتني إنك تبطل الحاجة دي؟ كم مرة وعدتني إنك تتغير في النقطة دي؟ حبيب قلبي عايز أشفيك،
عايز أصلحك، عايز أضبط الإناء علشان يستوعب البركة، بس أنت اللي مغلبني معاك ومطول الشغل على نفسك، وأنا مستحيل أضرك لأني أبوك. تضرني لما تباركني؟ أيوة حبيبي، لو باركتك قبل ما تبقى تستحمل البركة ممكن البركة تفسدك. هذا ما حدث مع حزقية. حزقية شخص جميل، حدش يقدر ينكر أمانته واتكاله على الرب. ده الكتاب يقول عنه: على الرب إله أبائه اتكل، لم يكن مثله لا قبله ولا بعده، اتكل على الرب بكل قلبه. بديع حزقية، بس أرجوك ارجع اقرأ التاريخ بتاعه. يتكل على الرب وصنع أمور عظيمة في شعب الرب، بعدين ارتاح. وكثير المؤمنين لما بيرتاحوا بيقل اتكالهم على الرب. وجاء عليه سنحريب، أرسل إليه وابتدأ يهدده، ونفاجأ بتصرف غريب وسخيف. راح بعت له قال له: بص النص، حتى ارجع عني، ومهما جعلت علي أعطيتك. أنت إيه يعني؟ أنت ديتك إيه في الآخر؟ فلوس؟ خد بعضك وامشي، واللي أنت عايزه خده، ما توجعليش دماغي. والرب واقف يتفرج من فوق. بقى كده حزقية، بقى أنا حبيبي باركتك وديتك الفلوس عشان تبقى الفلوس هي اللي بتحللك المشاكل وتخلص مشاكلك بفلوسك، بدل ما تخلصها بركبك، بدل ما تيجي وتقول لي: يا رب أعمل إيه؟ عشان ربنا ادالك قرشين بتعرف تتصرف يا حزقية، وأنا دلوقتي ما عادش ليا لازمة. طب هياخد الفلوس وهيرجع. وفعلا 100 وزنة أقل تقدير بيتقال عن الوزنة 35 كيلو، 135 كيلو ذهب خدهم سنحريب، وبعد شوية رجع واتزنق صاحبنا. ويظهر أنه كان نسي نسي، خلينا أقول بلاش، لا مش موهبة، نسي عادة الصلاة، نسي القلب المنكسر المتكل على الرب اللي يعرف يصرخ إلى الرب. فبقي لا فيه صلاة ولا فيه إيه؟ فلوس. فراح عمل عملة سودة، أشهر الذهب اللي على الهيكل وبعته له. قال له: بقى كده برضو ما فيش صلاة؟ يعني بتتصرف برضو؟ يعني أقول لك صلي تتصرف حزقية؟ طيب هياخد الذهب بتاع الهيكل وهيعمل ايه؟ هيرجع تاني يا حبيبي. بس بقى انا وراكوا الزمن طويل يا حزقية، وانا لاني بحبك هخليك تصلي، بس مش هجيبها لك من بره، هجيبها لك من جوه. 39 سنة شاب، ويجي له إشعياء النبي ويقول له: اوصي بيتك لانك موتا تموت. تعرف أول رد فعل إيه؟ حد فاكر؟ صلى حزقية. مفيش هللويا؟ عشان الرجل عيه؟ عشان الرجل عيه؟ لا 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 أبداً أبداً، لا طبعاً لا، مش عشان الرجل عيه، لكن عشان الراجل. بس خدتوا بالكم غلب ربنا إزاي؟ متعبين إحنا. طول ما في فلوس تصرف. بص حبايب، عادتنا اللي بتاخد أكتر وقت شغل من ربنا إنه أي حاجة غير ربنا نعرف نتصرف بيها بنتصرف بيها. صدقوني ما بنلجأ له إلا لما بتقفل من كل النواحي، لكن لو عندنا أي منفذ غير ربنا بنتصرف. طب إيه رأيكم في الخصلة دي؟ تاخد كم سنة شغل، كم سنة معاملات، كم سنة ضغوطات. أتمنى نقصر المشوار ونتعلم. لا تهتموا بشيء. يا رب علمني من فضلك. يعني لا تهتموا يعني تبقى كيرلس؟ يعني لا،
لا تصيروا الشيء هما، لا تصير الشيء هما. ده المعنى الحقيقي والأصيل للآية. طب ما إزاي لا أصيره هما؟ بل في كل شيء الصلاة والدعاء مع الشكر، في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، مش اللي بس ما بعرفش أتصرف فيها. يا حبايب الرب، اللي ما بيصليش في اللي ما بيعرفش يتصرف فيه مش هيعرف يصلي في أي حاجة. هقول تاني، اللي ما بيصليش في اللي بيعرف يتصرف فيه مش هيعرف يصلي في اللي ما بيعرفش يتصرف فيه. عشان كده الكتاب بيقول في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. صلاة صلة مستمرة، حديث دائم، دعاء طلبات تضرعات محددة، ودايما مختومة بشكر الثقة إن أبويا السماوي قد سمع. يأكدها ويقول لتعلم طلباتكم لدى الله. اجعل طلبتك صغيرة أو كبيرة دائما أمام إلهك. لا أنا ما بحبش أتقل عليه، أنا مخليه لساعة العوزة، أنا مخليه الحاجات الكبيرة. عارفين الكلام بتاع السوق ده؟ احنا مخلينك للكبيرة يا باشا. احنا يعني احنا طول ما احنا بنعرف نتصرف ما نحبش نتقل عليك. دي علاقة بيزنس مع ربنا. ربنا مش بتاع بيزنس. ربنا أب بيحب أولاده، عنده مشيئة صالحة في حياتهم، عايز يمشيهم صح في الصغيرة ويمشيهم صح في الكبيرة، في اللي بيعرفوا يتصرفوا فيه وفي اللي ما يعرفوش. لأنه في الواقع بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. ماتش مني سأل سؤال جميل، هل فعلا نحن بدون الله لا نقدر أن نعمل شيئا؟ كلا، نحن بدون الله نعمل أشياء كثيرة، لكن ما نعمله بدون الله هو ليس شيء بالمرة. هذا حقيقي. نعرف نعمل أشياء بدون الله، بس الشيء اللي بنعمله بدونه لا شيء بالمرة، في كل شيء. قال المعلم، وما أجمل معلمنا، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، ولا يمل. يا إخوتي الأحباء، قل له علمني، علمني أن أصلي. قول معايا، علمني أن أصلي في صحوي ومنامي في كل وقت. يا رب علمني أن يلهج قلبي بك، أتكلم معك، أحكي معك، أشاركك في كل شيء، في أصغر الأمور وفي أكبرها. إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعاير. لو ما بتطلبش يبقى واضح ان حضرتك لا تعوزك الحكمة، حكيم ومش محتاج، لكن الغلابة يطلبه. يهيئني للبركة. صلى حزقيه، رائع. صلي حزقيه، لا معايا فلوس بتصرف. صلي حزقيه، لا عندي هيكل هقشره وهتصرف. طب بقى هجيب لك بقى حاجه، ما عندكش حل غير انك تصلي. هتعيا حزقيه، وريني فلوسك هتعمل ايه في العيا حزقيه. ما نفعتش الفلوس خالص في العيا، ولا تعرف تعمل اي حاجه. وعلى فكره من الاخر كده، لو صرفت فلوس برضو اوصي بيتك، لانك ده مقفلها خالص، يبقى لازم ما عندوش غير ان هو يصلي. فابتدى الراجل يصلي، ويدوب صلى من هنا وراح ربنا بعت له إشعياء وقال له خلاص، سمعت صلاتك، رأيت دموعك وسأشفيك. بس جميل الرب، لما درست القصة دي من الناحية التاريخية اكتشفت أن آخر زيارة لسنحريب كانت بعد الشفاء، وكأن ربنا بيعمل إكس راي بعد ما عالجه عشان يطمن أن التدريبات والعلاجات جابت نتيجة. فيدوب خف من هنا وفوجئ ان سنحريب جه. سنحريب لما جه في المره الاولى اداله فلوس، جه في المره الثانيه
أشار له الذهب. أنا نسيت أقول لكم على مرة ثالثة، جه حريب وإذا أنه ما كانش عنده فلوس، فرح بعت لإشعياء وقال له صلي من أجلنا، بس هو ما صلاش. بعد ما نال الشفاء جه حريب عمل حتة موقف غاية في الروعة، خد الرسائل وراح عمل إيه؟ نشرها وصلى حتة صلوة. قدي إحنا مديونين للرب إنها تسجلت صلوة جميلة، صلوة جميلة أمام الرب، نشر الرسائل. انظر يا رب إلى تهديدات، يا لجمال المنظر، راكع ناشر الرسائل أمام والرب مستمتع. يقول لحزقية حبيب قلبي هو ده اللي نفسي أشوفك فيه دايما معايا، أنا مبسوط بيك. وعش كده الرب قال له سنحريب مش هيلقي سهم هنا، والرب خلص المسألة بأنه أرسل ملاك والقضية خلصت. لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد بعد ما شوف يا حزقية جات له تجربة، ما كانتش مرض لكن تجربة من نوع تاني، تقول الدرس. وأنا أعتقد أن الرب سمح أن ده يحصل في حياة حزقية علشان حضرتك وعلشاني وعلشانك نتعلم. كان لسه الكيان بتاعه مش قادر يتحمل البركة. إيه البركة؟ مش بس الشفاء، شفاء بركة، لكن كان في بركة أعظم من الشفاء. إن الرب قال له يا حزقية أنت غالي قوي يا حبيبي، وأنا هوري لك غلاوتك وأهميتك. العلامة بتاعت الشفاء بتاعتك إن درجات الظل بدل ما تتقدم إلى الأمام ترجع إلى الخلف، 5 درجات على مقياس أحاز. ودي كانت أعجوبة في كل الأرض، اليوم طول أكتر من ساعة، فالدنيا تربكت كلها. وكان في الوقت ده الدولة المتحضرة، يعني أمريكا ذلك الزمان كانت بابل، فحكماء بابل وبدراستهم الفلكية اكتشفوا هذا الاكتشاف المذهل وعرفوا قصة الأعجوبة، فأرسل مرودخ بلدان إلى حزقية يسأل عن أمر الأعجوبة. كتاب يقول كلام غريب جدا، يقول إن حزقية عندما أتاه سفراء هذا الملك فرح جدا. طب ممكن حضرتك تقول لي إيه اللي يفرح في إن الناس دول جايين؟ إيه اللي يفرح؟ جاءوا يسألوا عن أمر الأعجوبة التي حدثت. تعرف حزقية عمل إيه؟ كل اللي عمله لم يتكلم عن الرب إلهه، لم يأخذهم إلى هيكل إلهه ليعلن لهم عظمة السيد الوحيد، لم يتكلم عن قداسة إلهه، لم يتكلم عن أن الأوثان آلهة باطلة وأن الرب إلهه هو الرب وحده في السماء لا مثل له. لكن حزقية أخذهم وأراهم خزائنه، أراهم بيت أسلحته، أراهم كل ما يمتلك، فرحان جدا، صوت منتشي، أعلى ناس في الدنيا جاية لغاية عندي، أعظم ناس متحضرة جاية تقعد معايا. حزقية أنت قيمتك في إلهك يا حبيبي مش في الناس دي. حزقية أنت قيمتك أنك بتعبد هذا الإله مش بأنك بتقعد مع سفراء بابل يا حزقية. حزقية خلاص الرب ليك لكي تنزل أمام إلهك لا لكي ترتفع أمام الناس. حزقية أنا بباركك علشان تباركني وتسبحني، مش بباركك لكي تفتخر ببركاتي وخيراتي أمام من يغضونني بعبادتهم للأوثان. حزقية فوق، حزقية عيب، حزقية ما يصحش، بس هي كودنت، ما قدرش. البركة كانت تقيلة عليه، البركة كانت كبيرة عليه، الكيان ما كانش جاهز، ما كانش يتحمل البركة، ما كانش يتحمل العطية، فخد العطية لكي يتفاخر بها أمام الناس. مشوا الناس وجي إشعياء، وأنا يتهيأ لي أول ما شاف إشعياء جاي قال جالك الموت يا تارك الصلاة، أكيد قلبه ضربه. ليه؟
ما إشعيا حلو، إشعيا كان لسه عندك من كام يوم وبيقول لك الرب سمع صلاتك وهيشفيك. إشعيا بيقول حاجات حلوة، قال لا بس أنا مش مطمن المرة دي. وإشعيا فعلا جاب سؤال غريب، قال له مين اللي كانوا عندك؟ قال له الرسل من عند بابل. قال له شافوا إيه؟ وليه السؤال الغريب ده؟ شافوا إيه؟ آه يا حزقية، كنت أتمنى أنك توريهم حاجة عن إلهك. قال له ما فيش حاجة في بيتي ما شافوهاش. قال له ما فيش حاجة في بيتك هتعاد. بص تعبير الكتاب، لكن حزقية لم يرد حسب ما أنعم عليه. إخوتي حبايبي الغاليين، كل بركة الرب ادهلنا كان مستني هنرد ازاي. في الترجمة العربية المبسطة، لم يتجاوب مع النعمة بما يليق بها، كلمة جميلة، لم يتصرف مع النعمة بما يليق بها. الرب خبزنا وعجلنا، وعشان كده بيتأنى في البركة، لأن قلبه بيوجعه لما بنرد على النعمة بما لا يليق معاه. بدل ما يتوجع ويضطر إنه يوجع بيعمل إيه؟ واضح إنكم ما فهمتونيش. يأجل يأجل. يبقى عنده وجهة نظر ولا ما عندوش؟ هقول تاني، لما هينعم بيستنى رد يليق بما ينعم أو بالنعمة التي بها ينعم. لما ما بيجيش الرد ده بيتوجع، بيتهيألي عنده حق يتوجع، ولا يعني تاخد خيره وتعبد غيره تبقى قلة أصل، صح؟ ولا حد زعلان من الكلام ده؟ أخد خيراته أتفشخر بيها قدام الناس ده يرضي ربنا؟ ما حلتيش حاجة وهو اداني وأكرمني وأنعم عليا، علم آمي وأنا ما استهلش، بناني ونجحني وأنا ما كنتش أعرف، أخد الخير اللي ادهوني وأتفخر بيه وأنسبه لنفسي وأعمل روحي حاجة؟ طب ما ده بيوجعه، ولو توجع لازم يوجعك. فبدل ما توجعه ويوجعك يعمل إيه؟ يتأم. فما تزعلش منه. الحاجة التانية برضو في الخامة بتاعتنا عندنا خصلة، خصلة هقولها لكم دلوقتي. البركة حلوة، مظبوط؟ موافقين كلنا مش كده؟ البركة حلوة. أي نوع من البركات اللي بيديها ربنا؟ البركات الروحية، البركات الجسدية، البركات النفسية، البركات في أي مجال، البركة حلوة. بس عندنا خصلة غريبة شوية، إنه لما بدينا البركة بناخدها بنبص فيها نشكره عليها، بعدين نبص فيها تاني نشكره عليها، ونبص فيها ثالث وبعد يومين نشكره عليها، وبعدين تبقى فور جرانتد، تبقى حاجة عادية جدا خلاص بتاعتي. حبيبي تعالى، مش بتاعتك، مش بتاعتك دي، مش بتاعتك، أنا اللي اديتها لك. أوه هتزليني بقى عشان اديتهاني يعني؟ ما خلاص ما اديتهاني وخلصت. لا حبيبي دي مش بتاعتك. لكن الأخطر من كده إنها تلزق فينا ونعتبرها جزء من كياننا، بتاعتنا، ملكنا، محدش يقدر ياخدها مني. عشان كده بيعمل ربنا علاج روحي جميل قبل ما يدي البركة. أتمنى من قلبي إنك تروح تتعاطى العلاج ده، قل له يا رب اعمل لي العلاج ده. بسميه كده يعني اسم بالإنجليزي شوية يستعملوه بتوع الحساسية، desensitization. إيه desensitization؟ يعمل لك حاجة كده في كيانك الروحي، يشيل منك الحساسية دي بتاعت ان لما يديلك بركه تعمل ايه؟ ها؟ تشبط وتلزق وتتكلبش فيها، فتبقى البركه موجوده
بس مش لازقه. ادي لك مثل علشان تاخد بالك الحكايه اللي احنا بنحكي فيها دي. ابراهيم، نعم انا بحبك، عارف، وانا كمان بحبك، عظيم. ابراهيم انا طلعتك من ارضك عشان احنا اصحاب، عارف، احنا مشينا مع بعض، ايوه، بس انا ليا كم يوم كده ما بسمعش منك كلام رومانسي زي بتاع زمان. هو انت بتحب الكلام الرومانسي؟ اه بحب، ربنا عاطفي جدا. حد زعلان من الكلمه دي؟ يعني ايه يعني ايه عاطفي؟ يعني يعني ابراهيم قول لي بحبك، ابراهيم قول لي بحبك، بحب اسمع كده منك. قول لي يا رب انت غالي عليا. مش انا غالي يا ابراهيم؟ اه انت غالي. طب ليه ما بتقولش؟ ما قلنا كتير بقى وخلاص، هنقعد على طول نقول. بس ابراهيم انا حبي متجدد ليك كل يوم. ابراهيم انت ما تعرفش انت مكلفني قد ايه، انا بحبك فعلا. ما ماشي خلاص. ايه يا ابراهيم انت شكلك مقموص؟ اه بصراحه مقموص. ليه؟ انا مش مكفيك يا ابراهيم؟ لا ما قلناش كده. ابراهيم انا ترسل لك. ابراهيم انا يا ابراهيم مكافئتك. بص بقى انت على العين والراس، ما اختلفناش، بس انا بني ادم وانا عايز لي حته عيل. حكايه ان انت وبس وانت وحدك دي نقولها في الاجتماع، بس في الواقع دي ما توكلش عيش بصراحه كده. انا عايز ابقى داخل طالع الناس يقولوا لي يا ابو فلان، هي كده من الاخر. حكايه ان انا ما عنديش عيل دي حزه فيا ووجع قلبي ومخليني مش طايق روحي. انا مش مثمر، ماذا تعطيني وانا ماضي؟ يا دي الخيبه. انا ليك يا ابراهيم. ابراهيم يا غالي اسمع، انا بقولها لك رب المجد، الرب القدير، إيل شداي، الله العلي، يقول لك انا ليك. تقول لي ماضي عقيم؟ تسموه ايه ده احبائي؟ اخ لما الرب بيسمع مننا. ما تعريفك للعقم؟ ما تعريفك للثمر؟ ما تعريفك للنجاح؟ ما تعريفك للامتلاك في الحياه؟ الامتلاك. الرب القدير يقول له انا ليك. يقول له انا عايز عيل. العيل هو اللي هيديني قيمه في الحياه. وانا انت ما تضرش، انت كويس، انت مهم، انت لازم برضه، بس انا عايز عيل. ماذا تعطيني وانا ماضي عقيم ومالك بيتي هو العازر الدمشقي؟ يعني ايه مالك بيت؟ طب هو اللي في بيتك ده بتاع مين يا ابراهيم؟ هو ده اللي شغلك ان في عيل غريب عبد اتولد في بيتك؟ طب هو ده مين اللي ادهولك ده كله؟ بص كده، انا بني ادم وليه احتياجات، وطالع داخل وسط العرب اللي حواليا مش عارفين ينادوني ايه، بيقولوا لي يا ابو مين. فانت لو ما لحقتنيش انا هعمل حاجه مش كويسه، وانا هتصرف، وبعدين ما تطولش حبالك معايا علشان، وللاسف الشديد تصرف. وما كفهوش ان الرب يبقى ليه، وبقى ابو اسماعيل واشرب. طالع داخل، ابو اسماعيل طلع، ابو اسماعيل جه، ابو اسماعيل راح، ابو اسماعيل رجع. وده اللي كان نفسك فيه؟ هو ده اللي كنت مشتاق عليه قوي يا ابراهيم؟ دي اخرتها؟ اقول لك انا ليك، انا اجرك الكثير جدا. اخوتي مش مرات بنقع في هذا الغباء؟ رخصنا سعره وعلينا سعر حاجات رخيصه. هقول تاني، رخصنا سعره وعلينا سعر حاجات رخيصة. بقى العيل والعربية واللقب والوظيفة والممتلكات والمنظر
والوجاهة ليها سعر عندنا أغلى من سعر الرب. والرب يقول لي أنا ليك، أقول له أنا ماضي عقيم. قال له لا بقى، بص إبراهيم، أنا مش عامل معاك اللي عملته مع حزقية، أنا هعالجك هعالجك. طب هتعمل إيه يعني؟ أولا هتشرب المرار من وراء التصرف اللي أنت تصرفته، وهيجي عليك يوم بإيدك هتمشيه، وخد بالك بقى الوجع اللي توجعه ساعتها. ده غير بقى النكد اللي حصل في البيت والقدر اللي عاشه. وأكتر من كده، ده عمرك كام سنة دلوقتي؟ عمري 86 سنة، هستنى عليك 14 سنة، يعني أقفل المية؟ هتقفل المية لغاية ما تتعدم خالص، لغاية ما يبقى ما فيكش رجع، وساعتها هديك العيل. 14 سنة وبعدين ظهر له وهو عنده 99، إبراهيم أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا. فسقط على وجهه أمام الرب وكأنه بيقول له أنت وكفاية، أنت وكفاية. قال له مدام وصلت لكده خد العيل هدهولك. في الوقت ده من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة، لكنه آمن بالله الذي يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. لم يعتبر جسده وقد صار مماتا ولا مماتية مستودع صار، بل آمن بالله فحسب له برا. قال له هدهولك، بس خد بالك، خد الولد وهو عنده 100 سنة وسماه ضحك إسحاق، وامتلت الحياة بالضحك والفرح، وخد إسحاق في حضنه. اسمعني في اللي بقوله لك، أعظم بركة خدها بعد شوق طويل ضمها، لكن ما لزقتش يوم واحد. ودليلي على كده بعد سنين طويلة، إبراهيم، نعم أنا عايز الولد، بكر إبراهيم صباحا وكأنه يقول له ما يغلاش عليك، ما يغلاش عليك. يطلع التقرير، شفي المريض شفاء تاما. كل حاجة خدت سعرها، وضح ان سعر الرب غالي قوي، اغلى من اسحاق، اغلى من اسحاق واغلى من كل شيء. لما نوصل للحاله دي اخوتي الاحباء، ابراهيم بابراهيم مش لما خلف، ابراهيم بابراهيم لما قدم اسحاق، ابراهيم بابراهيم مش لما غني، ابراهيم بابراهيم لما ربط اسحاق على المذبح. إن سر عظمة هذا الرجل لا تكمن في أنه أنجب، لكن تكمن في أنه قدم للرب. كيف صنع إبراهيم عظيما؟ صنع عندما تأنى الرب عليه سنينا كثيرة، تأنى 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 لكي يصنع شخصا. عندما تأتي البركة يجيد التعامل. أنا قلت حاجتين دلوقتي أرجو أن ننتبه إليهم. الأمر الأول، الرب يعد الإناء لكي يتحمل البركة. لو الرب ادالك البركة قبل وقتها تكسرك، عودك مش ناشف ما يتحملهاش. تقول يا عم بس ادهاني ادهالك، طب وتتكسع عم تحتيها، طب استفادنا إيه؟ أخذها وارتفع قلبه للهلاك، ارتفع قلبه. فاكرين عزية أنجحه الرب، وبعد ما أنجحه الرب عمل إيه؟ خان الرب. طب يباركك يا حبيبي يا غالي، صدقني ما في قلبه من ناحيتك غير البركة، عايز يباركك صدق. طب أعمل إيه يا سيسام عشان يصدقوني؟ شكلهم مش مصدقين. صدقوني عايز يبارك، بس عودك طري. البركة تقيلة على فكرة. ليه بركة تقيلة؟ لأنها جاية منين؟
من فوق بركات ربنا تقيلة. فلو ادها لك وعودك طاري هتعمل ايه؟ هتنخ تحتيها، ما ينفعش. لكن كمان مش بس يشدد عودك، عايز يعمل لك إزالة حساسية، فلما تاخد البركة تفضل عندك لكن ما تلزقش فيك، وتبقى شبعان بيه تديها له. الحاجتين التانيين بسرعة شديدة، ما تزعلوش منه لما يتأنى، هو حاسبها صح. أنا مش عايز أخد وقت تاني، لكن بيصعب عليا مردخاي، بس بحبه، رجل محترم، أطاع الرب، طاع الآية، لا تسجد لهن ولا تعبد، ما تركعش. فقال أنا هطيع وأجري على الله. طب يا عم الراجل ده شراني وشكله كده مش هيجيبها البر، وباين عليه معقد نفسيا، والعملية فرقة معاه قوي. فإبراهيم يا مردخاي يعني حاول أنك تمشي المساء. قال أنا في الحاجات دي عندي الدرس بسيط قوي، ما غلبش نفسي لأن مخي ما يجيبش الحاجات الكتيرة، أنا مخي على قدي، أنا بشوف ربنا عايز إيه وبعمله، والباقي عليه. أبراهيم بس يعني كدبة بيضة صغيرة تخلص موقف، حطش روحي في المواقف دي يا عم، أنا مش قديها، أنا مفهمش في الحاجات دي، أنا هعمل اللي ربنا بيقول علي، وبعدين هو يتصرف. أذكر في مرة وأنا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كنت في موقف محتاج أقول كلمة وحاجات كتيرة هتتحل. رفعت قلبي للرب، قلت له احميني يا رب، احميني يا رب، وقلت اللي الرب عايزني أقوله، ولغاية النهاردة ما تحلتش، بس فرحان ومش فاهم ليه، بس مرتاح، رغم أنه الشخص اللي قدامي حس فقال لي مش أنت تقصد كذا؟ قلت له لا ما أقصدش كذا، لا ما أقصدش كذا، أنا أقصد كذا. قال لي لا بس بص يمكن أنت تقصد كذا، قلت له لا ما أقصدش كذا، أنا أقصد كذا. خلاص أنت حر بقى اشرب. إخوتي حلها بأسهل طريقة وريح دماغك، اللي أنت فاهم أنه يرضي الرب أعمله وسيبها عليه. هو عمل كده. شوفوا يا جماعة، أنا صدقوني مقدر نصايحكم وحاسس أن أنتم بصراحة ناس بتفهموا، أنا ما بفهمش، أنتم ناس مخكم منور ودماغكم حلوة وبجد بجد حلولكم دي محترمة، بس أنا الحقيقة المبدأ اللي بيمشيني حاجة بسيطة قوي، هو ده يرضي الرب ولا ما يرضوش؟ طب خلي الرب ينفعك يا حبيبي. فعملها، جاب البلوى مش لروحه بس، لشعبه. وهادي بقى، هادي بقى الأمانة بتاعتك، وهادي الكافية اللي جابتها لنا. ايه اللي خدناه من وراء أمانتك يا ابو فلان؟ هاديك عملت فيها تقي، هاديك عملت فيها بتخاف ربنا، طيب أديك شربت وإحنا كمان بنشرب من وراء. بعدين تلف 4 سنين، بس ما كانتش كتير قوي، 4 سنين. 4 سنين على إيه؟ 4 سنين على عمل أمانة كان عمله قبل كده وما تكافئش عليه. وفي الأيام دي إنك تنجي ملك البلاد من الموت وما يتبصلكش بأي حاجة قاسية جدا. وده اللي أنا عايز أقوله، إنه ممكن الرب يحرمك حقك، حقك اللي أنت تستاهله، بس شايلها لك لوقت تاني حلو، شايلها لك، مفيش حاجة عنده راحت، هم نسيوها لكن الرب ما نسيهاش وخزنها له. وفي الليلة المعروفة اللي كان صابح فيها مردخاي يتقتل، جات له البركة. بصوا حبايب، لو كان الملك كافئه على العملة دي أياميها من 4 سنين كان هيديله حتة أرض، كان هيديله لقب، لكن لما الرب أجلها للوقت المناسب كانت إنقاذ، وخرج مردخاي بمجد وجلال
وعلى رأسه تاج. ثم أخيرا الرب لما بيدينا بركة قال له أباركك إبراهيم وتكون بركة. معاد البركة مرتبط بناس تانيين تباركهم، ومرتبط بناس تانيين الله ينفذ ما قصده فيهم. فأرجوك ما تبصش لنفسك وتدور حوالين نفسك وتفتكر إن ما فيش إلا نفسك. ربنا حطتنا في الدنيا دي مرتبطين بآخرين. ليه ما باركتنيش من 10 سنين؟ علشان اللي كنت عايز أدي لك البركة ليهم ما كانوش موجودين. ليه ما باركتنيش السنة اللي فاتت؟ لأنه يا حبيبي كنت مأجل البركة لما يكون مرتبطة بتتميم مقصدي في حياة أشخاص كثيرين. بطل بقى مأوحة وانسى بقى حكاية أن ربنا بطيء. إخوتي الرب بطيء، نعم، لكنه بطيء في شيء واحد، بطيء في الغضب، طويل الروح. يونان عرف عنه الحكاية دي وقال له أليس هذا كلامي وأنا بعد في أرضي؟ إذا علمت أنك إله بطيء الغضب طويل الروح، لكنه لا يتباطأ أبدا من جهة المواعيد، يحب أنه يبارك، يحب أنه يعطي، غني، جميل، صالح، عنده ثراء، عنده حب غير عادي، ما فيش في قلبه نقطة سودة، ما فيش في قلبه غير أنه عايز يدي 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 ويبارك. بس لأنه بيحبك مش هيأذيك. فالأول يشد عودك ويعمل لك العملية ويرتب الظروف حواليك وبعدين يديك البركة. أنا بسأل دلوقتي أخبار عودك إيه؟ أخبار نفسيتك من جوه إيه؟ لو ربنا إدى البركة دلوقتي هتتظبط ولا البركة هترفع قلبك؟ حكاية بحكيها كتير أختم بيها، سمعتها من أحد الأفاضل اللي كانوا بيخدموا ربنا زمان. راح زار قرية صغيرة لقي فيها واحد فقير جدا، قعد معاه على الأرض، كلوا في طبق واحد، صعب عليه الأخ، فقعد بالليل يبكي قدام الرب يقول له يا رب الأشرار معاهم ملايين بيلعبوا بيها قمار، وابنك الغالي بالطريقة دي يا رب، ده مش عدل، ده ما ينفعش، ده ما يصحش. واحد يبكي طول الليل قدام الرب. ربنا يدينا الخدام اللي من النوع ده، قولوا أمين. زي صموئيل اللي صلى من أجل شاول طول الليل، وبعدين بعد 15-20 سنة زار القرية دي تاني، فأول ما نزل لسه فاكر صلاته، فراح سأل على صاحبنا ده، فبيقول للمؤمنين اللي هناك، دي قصة حقيقية، فين فلان؟ قالوا له فلان اللي عطاه يعطيك، ده نزل مصر واشتغل عنده عماير دلوقتي والدنيا وسعت. قال له يا رب أشكرك. وبيروح كنيستي؟ قال له لا، كنايسي بقى وبتاع إيه، خلاص. راح الخادم ده، ودي قصة حقيقية، وقعد طول الليل يبكي وبيقول للرب كلمة واحدة، حرمت أتدخل في شغلك، أنت عارف بتعمل إيه. الرب يدينا نعمة. هو عارف شغله، إله حكيم متقن عظيم، فهمني وفهمك، وكمان إله صالح. يستاهل تسبحوه؟ يستاهل نفض الخصومة النهاردة بيننا وبينه؟ أي حد متخاصم معاه تعالى يزيزه، خلينا نتصالح الليلة معاه ونسبحه ونكرمه ونفرح بيه ونقول له يا رب إحنا متشكرين لأنك خلونا نقف مع بعض كلنا وإحنا بنسبح الرب ونفض الخلاف. انظر للرب على أنه عالي واديله مكانه، قل له عايز امتك تعلى عندي، تعلى عن إسحاق، تعلى عن كل شيء. خلاص يا رب هبطل حماقة استعجالك وأعرف أن أنت دايما صح.
مواقيتك صح، بتحب صح، بتدي صح، تعرف امتى تدي، تعرف امتى تتأنى، تعرف تشتغل عليا علشان استحمل البركة. انا بحبك يا رب، واغفر خطيتي ان كنت في يوم من الايام لومتك وصعب عليا منك، ما كنتش فاهمك، بس انا النهارده افتكرت انك عمرك ما كنت بطيء الا في غضبك عليا. يا ما غلطت في حقك، يا ما توقعت انك تعاقبني، لكن ما أجملك، كنت رائعا معي يا سيد. لا أنكر أناتك، لا أنكر إمهالك، كثرة لطفك وصلاحك، كل عمري غمرتني يا رب. سامحني، سامحني يوم ما قللتك وانت بتقول لي أنا ليك، بس كنت شايف حاجات كتيرة أغلى منك. سامحني، سامحني لما حبيت تدخل في حضني وتملاه زقيتك، أنا كان نفسي في حاجات تاني. بتتغير، بتروح، بتضيع، بتأذيني، بتجرحني. النهاردة أنا بقبلك من جديد وانت بتقول لي أنا ليك، وأنا هقول لك من قلبي وانت كفاية عليا، ومعك لا أريد شيئا. تعال تصالح معاه، تعال تصلحي معاه. هو حلو، هو جميل، هو يتحب، هو مش مؤذي، هو مش غلطان، هو فاهم شغله، هو عارف بيعمل ايه. سبح معاه يا رب. ينقص كل ما ليا وتزيد انت وحدك، تعلن حقك فيا، يظهر كل مجدك. ينقص كل ما ليا وتزيد انت انت طيبي ونصيبي.
جمالي فيه بسكب عندك طيبي وانا عندي قدمي انت هذا المكان اليوم وانت حاسم القضية. الرب أم عطايا؟ احسم هذا الأمر أرجوك. الرب لن يبارك شعبنا بأناس يقدرون عطايا الرب أكثر من الرب نفسه. الرب لن يفرح كنيسة ويعمل بها وهي كل ما تطلب منه عطاياه وليس شخصه. قل له اغفر خطياتي يا رب. خليني من النهاردة اختارك انت. احبك انت. وتبقى غناية انت. مش اسحاق. مش الولد. ولا الثروة. ولا حتى الخدمة ولا الموهبة ولا الشهادة ولا البيت. أنت الرب بيبص في عينين كل واحد بيعاتب عتاب ألقانا لحنا. أما أنا خير لك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ الرب بيقول لك أنا لك. خليك واضح معايا وقول لي أكفي ولا ما أكفيش. أكفيك لو في جوع؟ أكفيك لو في مرض؟ أكفيك لو في زنقة؟ رد عليا، ما تقوليش نص إجابة، ما تقوليش إجابة من وراء قلبك. رد عليا، أكفيك ولا ما كفكش؟ تقدر تقولي قلت للرب أنت سيدي خيري. مش خيرك، مش خيرك، أنت خيري يا رب، أنت خيري يا رب. أحبائي أشعر بروح الله أن الرب يريد أن يحسم هذه القضية مع كثيرين في هذا المساء. الرب عايز يسمعها منك، طلع من أعماقك، طلع من أعماقك. أنت مش خيرك، أنت خيري، أنت خيري يا رب. أنت أعلى، أنت أعظم، أنت أجمل من كل خير تدهوني. بصراحة يا رب الخير بدونك ما هوش خير، الخير من غير حضورك بلوى. أنا مش عايزه، أنا عايزك أنت، أنا عايزك أنت في كوخ. وعلى فكرة هو غني وكريم، مش هسكنك في كوخ، بس هو عايز يعرف هو فعلا غالي. بصراحة لو مش هتشوفه غالي فضها سيرة بقى، وما فيش داعي للعلاقة معاه من أصله. يعني ليه؟ يعني لو هو رخيص ليه تاخده؟ ولو هو غالي قل له أنت أغلى من الكل. خد قرار الليلة، خد قرار الليلة.
دي مسألة عايزة قرار. وبكرة إن عشنا الأيام هتبين إن كان قرارك ده حقيقي ولا انفعال. هو مش حاجة تاني، هو بس. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. برجع عن كل عبدت معاك، وعلم سلطانك على قلبي الوحدة. روحك يشفي ارتدادي، قدسني ويعود يصنعني، ده يحيي البهجة. بس سبح الرب، ارتجل تسبيحك للرب، احمدوه احمدوه احمدوه، يستحق الحمد. عظموه، يستحق التعظيم. قل له انت جميل يا رب، انت غني، انت احلى الكل، انت مبدع، انت صالح، انت ما فيكش حاجة وحشة، انت ما بتغلطش، انت ما بتأذيش. قل له انت مش بخيل يا رب ولا بطيء، انت حكيم. سبح الرب من كيانك، من اعماقك. ارتجل اغنيتك لإلهك، دع روح الله يطلق لسانك لتسبيح الرب. التسبيح لإلهنا ملذ، التسبيح لائق. قل له أحبك أحبك أحبك، ليس تفضلا مني، لكن كل ما فيك يحب، كل ما فيك يمدح. أنت جميل لا عيب فيك، كلك مشتهيات، قراراتك حكيمة، عطاياك صالحة، حتى ضغطاتك حلوة. لا عيب فيك، لا خطأ عندك. عالي وغني، شريف ونبيل، لا مثل لك. أسجد لك سجود الروح اللي يقر بحكمتك ويقبل مواقيتك ويعظم أعمالك. برر الرب، برر الرب، برر الرب، ونزهه من كل فكرة حماقة لصق به في ذهنك.
أعطيه احترامه، أعطيه كيانه وقيمته. سبح سبح. أنت عالي فوق كل اسم، مهما يكون عالي مستحق، لانه عالي، لانه ربنا اللي بيحبك، لانه اللي بيعمل لخيرك، هو مستحق ان احنا نديله يد، لانه مستحق. هللويا. امين. اتفضلوا استريحوا. فين اذا حبيت الخص العظه النهارده في كلمه، اقول لك ان كل اللي ربنا بيعمله لخيرك، يتباطأ لخيرك، يتأنى لخيرك. خلينا نعبد الله بجمع عطايانا النهارده الحد الثالث زي ما احنا متعودين، كمان توزع علينا مظاريف بيضه. الشهر دون عندنا كنيسه بتتبني في القاهره الكبرى، اشتروا الارض وهيبداوا المباني. عشان كده اللي عنده التبرعات ويحب يشجع الكنيسه دي، من فضلك حط الظرف الابيض اللي خدته وانت داخل او وانت خارج. القسيس موجود بتاع الكنيسه ومع الناس، لو عايز تتبرع وتاخد وصل تقدر تعمل كده لو ما كنتش خدت الظرف الابيض. بس خلونا نعضد الكنيسه دي علشان هما بداوا مباني. هي كنيسه في القاهره، كنيسه انجيليه بتتبني. بعد الاجتماع مباشره خدام مساء الاحد هيكونوا واقفين تحت المنبر. اللي محتاج اي صلاه او عايز يشارك او عنده سؤال يقدر يتقابل مع خدام مساء الاحد بعد الاجتماع تحت المنبر. الحد الجاي الاجتماع عامل حفلة ترحيب لكل الناس الجديدة اللي جات الحد اللي فات وقبلت الرب وسلمت حياتها في الخدمة بتاعت البيتر لايف. هيكون الساعة 5:30 بالدور الثاني بالمبنى الجديد. كل واحد جديد جه الحد اللي فات أو أول مرة بيجي الكنيسة
هيبقى موجود الساعة 5 في الدور الثاني في المبنى الجديد. أظن بعد الوعظة بتاعت النهاردة هنيجي نصلي بكرة، ها؟ يعني بعد النقطة الأولى في الوعظة هنيجي نصلي كلنا بكرة. أمين؟ أمين؟ أمين. اجتماع الصلاة بكرة من 7 لـ9. مزارع الحرية بتعلن عن بيع منتجاتها بالخارج لصالح غير القادرين. المستشفى عندها إعلانين. الدكتور ماهر كوزمان هو أستاذ الطب النفسي، معاه 3 دكتوراه في المجال دون، وهو موجود من 21 سبتمبر. اللي عنده أي احتياج سواء للأطفال أو البالغين أو المسنين، هو بيعالج الـ3 أعمار دول، فتقدر تحجز في المستشفى أو تتصل بيهم وتتقابل معه. كمان في مجموعة من الخبراء الأجانب من أمريكا ولبنان متخصصين في أمراض الحول والشبكية والمية البيضة، موجودين من يوم 7 بعد آخر يوم في حسابة صح ليوم 10 أكتوبر، 3 أيام. اللي عنده مشكلة في العيون يقدر كمان يحجز في المستشفى. عندي كمان إعلان نفسي نشوفه على الفيديو صغير، وهقول عنه كلمتين. الكنيسة جزء من المجتمع، وما تقدرش تنفصل عن المجتمع اللي هي عايشة فيه، ولينا دور في بلدنا، لينا دور مع المحتاجين الغير قادرين. والكنيسة دي بالذات ربنا حط عليها ما تبقاش بس في حدود القاهرة، لكن على مستوى الجمهورية. والرب شغلنا جدا ان احنا نساعد الغير قادرين على العلاج. انا مش بتكلم عن ناس تقدر تروح التأمين الصحي، لا، دي ناس حتى ما بتقدرش تروح التأمين الصحي وما عندهاش اي فرصة للعلاج. عشان كده احنا عاملين حملة، عايزك تبقى صديق للخدمة دي، عبارة عن استمارة بتملاها وتقول أنا أحب أشارك في علاج غير القادرين بمبلغ 100 جنيه مثلا كل شهر. مش عايزك تدفع تبرع كبير، لكن عايزك تدفع حاجة شهرية صغيرة جدا تقول أنا عايز أكون جزء من في علاج غير القادرين. تقدر تملى الاستمارة دي وانت خارج وتعمل تعهد شهري، وما تاخدش من فلوس خدمة تحطها في خدمة. يعني ما لو بتدعم خدمة معينة ما تاخدش وتروح حاطط في الخدمة دي، أو تاخد من العشور اللي بتديها للكنيسة وتحط في الخدمة دي. لو عندك زيادة والميزانية بتاعتك فيها 100 جنيه 50 جنيه 200 جنيه تقدر تساعد بيها شهريا، وإحنا هنعرف نوصل لك. يعني لو عايز حد يجي لك هيجي ياخد منك الفلوس، عايز تتبرع بالفيزا ينفع أو تجيبها الكنيسة. بس من فضلك لو ربنا شغلك بالأمر دون، املى الاستمارة في طريق خروجك وقول أنا أحب أكون صديق لعلاج غير القادرين. أمين. خلينا نقف مع بعض ونختم بالصلاة من أجل المرضى. الأسيس عاطف هيصلي من أجلهم ويختم بأبانا الذي والبركة الرسولية. في طلبة خاصة للأخ يوسف عياد. يا ربنا القدوس، نحمنا ونعظمك ونعليك، لأن أنت وحدة العالي في عيوننا، وأنت لليك المكانة إن مش ممكن حد ينافسك فيها. عشان كده يا رب إحنا بنلجأ إليك بقول الباطل يا رب اللي بين إيدينا، ونحيانا يا رب عبيدك إن طلب الصلاة من اسم يا رب بنصلي لأجل أخونا اللي موجود يا رب في العناية المركزة. أسألك يا رب إن أنت تمد إيدك إليه وتشفي حياتنا يا رب. يا رب صلي لأجل كثيرين يا رب طلبوا منا الصلاة وعندهم أزمات صحية جامدة جدا. بنصلي من كل قلبنا يا رب إنك تمجد وحدينا من آيات العجائب. سيدنا رب من إليك يا رب هذه الطلبات، ونحن نعلم أنك تعرف ما فيها أكثر مما نعرف نحن. لكن لذلك نصلي
أن أتمكن أنت في حياة كل من يرى عجائه فيه. يا رب أطلب منك يا رب أنك تسمعنا ونحن ندعوك بشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في الأجربة لكنك نجينا من الشرير لأننا الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد آمين.